بناء على قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد آل حميدان تعميما إداريا بشأن استئناف الأنشطة والبرامج والجلسات التأهيلية الفردية في المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة وفقا لضوابط واشتراطات احترازية لضمان توفير أجواء عمل سليمة وصحية للطلبة والعاملين بهذه المراكز، وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم. وقد أكد سعادته في هذا الإطار على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية بمراكز التأهيل وغلق غير الملتزمة، مشيرا إلى أن فئة ذوي العزيمة يحظون باهتمام بالغ من الحكومة التي حرصت على توفير سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية التأهيلية لهم.